مرحبا بنات نتمنىكم كاع لاباس نتوما كتسرجوا في هذا لا فيديو. الوغ اليوم جيت لكم بان نوفيل فيديو. كان سبق ليا ودرت لكم ان فيديو نتاع اساسيات المكياج. هذا النهار غادي ندير لكم ان فيديو نتاع الحوايج اللي خص يكون عندنا في الخزانه ديالنا. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوني وتفعلوا الجرس ودعموني بلي لايك. يلا نمشيو لا فيديو. اول حاجه انا كتبان لي فريمون اساسيه في البلاكار نتاع اي بنت هو سروال نوار. فوالا ان بانطالون نوار تقدري ديري فلوك كلاسيك فلوك شيك فلوك كاجوال فلوك سبور يعني في ما درتيه سا مارش بيان. اي بما اننا خصنا سروال نوار خصنا سروال بلون. واخا انا صراحه عندي ان سول بانطالون في البلون ما كيعجبنيش نلبس لي بانطالون بلون بزاف جو سي با بوركوا مي بون خاص يكون عندنا واحد الا احتاجيناه ضروري حتى هو كيجي في اي لوك كيما بغيتي تلعبي به سبور كاجوال شيك كلاسيك كيما بغيتي تلعبي به كيجي زوين. ابخي خاصنا ضروري ضروري اللي حاجه هي مهمه في لا غاردوروب نتاع اون في اون شوميز بلانش. اي شوميز بلانش تقدري تلبسيها مع بانطالون تقدري تلبسيها مع اون جوب تقدري تلبسيها مع لي بانطالون لارج تقدري ديريها تحت ان بول وتزيدي فوقها ان بول فريمون اي سير بيان 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 هاد لا شميز بلونش. اي ابري كوم او خصنا شي حاجه كحله انا صراحه لقيت غير هذا اللي عندي كحل واخا عندي بزاف الحوايج كحلين ما عرفتش فين جاب لقيت هذا عندي كحل اللي ديجا غادي تكوني شفتوني به في لا فيديو نتاع البارح يمكن ماشي ما عرفتش فاش غنحط هذا الفيديو. المهم لا فيديو اللي قبل حاجه كحله اللي تقدري تنسقيها مع كلشي مع الغوج مع الغوز مع البلون. صراحه البيض والكحل كيتناسقوا مع جميع الالوان. حاجه كحله ابري حاشاكم باردون حاشاكم غادي خصنا دي باسكيت نوار ضروري خصنا شي باسكيت نوار. واخا هما صراحه لي باسكيت نوار ما كيجيوش زوينين بزاف مي بو خاص شي حاجه نوار. واخا انا جو بريفير لي بلونش على لي نوار. اي خصنا اون بير دو باسكيت حاشاكم سمحوا ليا اون بير دو باسكيت حتى هي فلو بلون اللي تقدروا تلبسوها مع كلشي. دابا لي باسكيت كتلبسو مع كلشي. اي ابري حاجه مهمه بالنسبه للمحجبات خاص يكون عندك حنايا دائما خصنا نسقوا اللون تاع الفرانه مع شي حاجه في الفيسا وهذا. مي الا كان عندك شال كحل وشا سمحوا ليا شال بيض شال بيض وشال كحل ما غاديش تقدري تنسقيهم مع كلشي فريمون. واخا يكون عندك لوانات وحده اخرين بيان سور البنات عادي يكون عندهم بزاف الالوان. مي مثلا الا سافرتي وديتي غير هاد جوج تقدري تلعبي بهم في بزاف البيسات. ابري حاجه وحده اخرى اللي كنشوفها فريمون فريمون ضروريه في البيسه نتاع البنات في البلاكار هي لا فيست تايور. كيما بغيتيها تكون خفيفه في هاد الثقيله كيما كانت مي هي كتجي مع كلشي. فوالا ها هي. اي ابري لا فيست اون جين لا فيست اون جين حتى هي خصنا وحده. انا عندي غير هادي صراحه وحده طويله مراها في الصال حاشاكم. هادي حتى هي خص يكون عندنا اون فيست اون جين فوالا ضروري. تقدري تكوني لابسه سبورت ديريها من الفوق تقدري تكوني لابسه واخا شيك ديريها من الفوق ساغاجوتي اون توش. اي ابري حاشاكم خصنا اون بير دو طالون هكا ضروري. بنت خص يكون عندها او موان طالون واحد طالون اللي كيجي شيك في اللبسه وكيجي زويون بزاف. اي ابري خصنا لي ساك اللي نسيت فوالا سمحوا لي البنات خاص يكون عندك ساك اللي في الكحل فوالا هكا ضروري يكون عندك شي سويك في الكحل. ماشي ضروري يكون هكا تقدر تهزيه هكذا تقدر يكون عندك ساك غير هكا. المهم يكون عندك ساك في الكحل. اي حاجه اللي ماشي ضروريه مي انا كنشوف تكون عند البنت ضروري ساعه كيما كانت مارك ماشي مارك كبيره صغيره. المهم تكون عندك ساعه ساغوجوتي اون توش ديليغونس بيان سور ساعه كتبين اليد وكتبين ما انيقه سي تو جو كرو سي واي. سالينا لا فيديو نتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش تدعموني وديروا لي لايك وقولوا لي شنو نتوما كيبان لكم ضروري في الخزانه نتاع البنت الا ما كنتوش
وقيتو شي حاجه هنا نسيتها ما درتهاش خليوها ليا في الكومنتير. لا بروشين.